انت انا مش ما عايز تدخلنيش في الحاجات دي، انا ما تدخلنيش انا في الاول. الحاجات خدت دي فلوسكم ولا لا؟ انا والله. سامع احنا ان الجهاز لسه يعني حتى الان ما خدش مستحقاته، بس في يعني احنا وعد في يعني. في تواصل، حتى انا ومحمد شوقي رحنا الاتحاد وقابلنا اللي هو قريت مشكورا خبر كده يعني، والراجل ده وبعد بيشتغل كويس كده قوي اللي هو مشهور جدا بصراحة. حاجه كلهم يعني ناس بصراحة محترمه. هم وبعد كده بصراحة كلمني الاستاذ خالد طرندلي وقال لي في اقرب وقت هتدخل فلوس ان شاء الله، هنحط لكم بقيه مستحقاتكم ان شاء الله طب يعني انا باذن هسألك الله. سؤال رخم. ما تسالنيش انا السؤال الرخم، اسال نفسك. والله العظيم اصل الاعداد قال لي حاجة في الايربيس دلوقتي، فسؤال رخم مش ما عارف. هو الاعداد بص ده، ما هو دول السو، دول اللي بيخبطوك في تربيتي، ما هو الاخر. تربيتي، ما هيبقوا طالعين ماشي يعني يعني هيطلعوا ايه يعني ملايكة يعني. ماشي. لا انا بس يعني قالوا لي ايه، ان انت قالوا لك في بس والنبي قول لي نعم او لا، ما تعلقش. لو مش عايز تعلق علق، مش عايز تعلق ما تعلقش. قالوا لك احنا مستنيين نلم فلوس الحكام لا ده والتسجيل خبر 12، ده خبر 12، وتسجيل اللعيبه يعني انا الراجل قريت الخبر ده على شريط حتى في التلفزيون في احدى برامج. وهنكمر من فلوس الحكام فلوسكم. لا 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 لا، مش فلوس الحكام، الحكام ليهم فلوس. لا ده من هم فلوس ممكن يكون وفلوس القيد وفلوس فلوس قالوا اكيد لكم كده لما نلم فلوس القيد؟ لا، لما هيدخل لهم. انا قريت الخبر ده على الحكام، ما اعرفش اتقال احنا لك هنخش. كده؟ لا انا ما اعرفش. لا لا لا، ما تقليش. طب انا اتقال قريت لك لما الخبر ناخد ده على فلوس القيد؟ الحكام. لا لما يدخل لنا فلوس، لكن فلوس في ايه العام بقى ما اعرفش. في العام اه في العام. في العام، في العام. طيب ماشي قلبي معاك. لا ان شاء الله يعني، ما انا لا هم انت بص تأكد انك هتاخدهم يعني، لا لا ناس، ما لا بتاكلش لا ما فلوس بس امتى بقى؟ لا، ما احنا بقالي 6 شهور، الله يرضى عنك. ما انا خد بالك من بقول لك ضمن ايه، الاهداف. بص من ضمن احنا جه الاهداف. علينا جهازين. لا ما انت ما تقلقش، ده الاجهزه بتيجي وتمشي بسرعه يعني، ما تقلقش يعني. لو قلنا لك 6 اجهزه ما تقلقش، ممكن في سنتين نداوم 6 اجهزه عادي يعني. بس ان انا شاء الله اقصد الامور تتصلح من ضمن كرويا. الاهداف في الوصول لكاس العالم منحوكوا فلوسكم، فانت عندك ل 2026 ما تقلقش. لا يا عم، انت هتوديها 2026 منك لله يا شباب. كابتن ضيع شرفتني ونورتني، شكرا وبعدين بقى لازم شكرا تيجي ضيف بقى كل مره اقول لك كده. يا عم، انت مش فاضي تدفع حاجة، ادفع. طيب انا ما خدتش مستحقاتي. يعني اللي طبعا يعملوه فيك اديني. الناس هتعملوا فيا؟ مش لا فاهم. يا ريس، انت عارف انت من انت الابيض تنور، واسود، انت انت من تنور الابيض واسود. حبيبي يا كابتن، انت اخونا طبعا وصديقنا وعشره عمر يعني. بشكرك كابتن ضياء السيد طبعا مدرب منتخب مصر الاول السابق.